أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة تقدر في 10 أيام لمراجعات الثانوية العامة بمدرسة شبرا ثانوية بنات بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، ويجري من خلال المبادرة تقديم المراجعات النهائية في جميع المواد الدراسية بشقيها العلمي والأدبي. وتهدف المبادرة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور في ظل اهتمام مؤسسة حياة كريمة برفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.